ما انت بسلول ما يعرفكش انت مرحلين او محليك، لكن تظهر صعيبة. انا صعيبة فعلا، تظهر هكم انا صعيبة ويقولوا علي قوية البندية، يقول ويقولوا في الإذاعة تذكروا بندية. صحيح، على خاطر ظروفي اللي عشتها واللي دخلت للفن وانا صغيرة خلتني اني عمر خلف الله يرحمه مسميني النمرة الإفريقية. وقت لي نهبل هكا كنت تضرب مدام، نضرب تعمل عارك تضرب، معناها راجل أبنتي نضرب يلزمني باش ندافع على روحي، سينو يبلعوني، سينو في الوسط فني وانا صغيرة ومزيانة اش تحبتي نعمل، معناها نولي حربوش على البلعان. ما كانوش برشا نسية وقتها يا اكزاكتما، ضربت وسنت ضربت على روحي، ضربت ضربت برشا فنانين، لا تقنيين مخلطي مخلطين ما تفرزش تضرب، خاصة في الليل كي نجي مروحة من الخدمة مثلا نسجل ولا عندي حفلة كنت نقدم فيها ولا كذا، واحد في الليل ساعات فما ناس وخاصة الأمن يوقفوا لي في الليل وكنت وشبيك ودرا شنو سيرتو الأمن وقتها يتلكشوا عليا برشا. وي 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 دونك جافي بوكو دو بروبليم مع الأمن. تعاركت مع أمنيين قبل دونك برشا برشا برشا، ضربت بوليس وقت بورقيبة برشا. وي ضربت بوليس وقت بورقيبة؟ ضربت ولا برشا قتلي برشا؟ ضربت برشا بوليسي. وكيفاش كانت تتسلك؟ عندي خمسة قضايا هضم جانب موظف. خمسة قضايا. لا غالب. عاد علي شوير بسكن بحذيك بسكنتي سكنت بحذيك. برحمة والديك توا أنا مرأة مروحة من حفلة مكيي أبيي يجي يقول لي حل الكهرباء برا حل المال جيب لنا كل واحدة اللي حلوا بها العجل ولا وريني رود سكور. بلادة. وفي. وانا عندي نعرج بتاع امراه معناها من الجنوب كاو نوريها رود سكو بالصاك نعمل. واللي اغرب من هذا قد ما كنت نحبهم وقد ما كنت اصحاب انا وياهم وقد ما كنت كل ما نبدا ندور ونلقى معناها دوريه في الشارع نمد لهم دبوس الماء نمد خبز الطابونه العظم عندي حاجات من الكهرباء نمد لهم نحبهم برشا. وداير في الاخر خديت واحد من الشرط في الاخر خليت زميلهم باش ما عادوش تعديوا علي. وضربتوش؟ لا انت تعرف احنا الجنوب نحترم لا ياسر الراجل احنا فتلك معك. اما نحكيو على بوليسية قبل مش تو قبل لا تو ساكن وليدات محليهم تو نحبهم برشا وليداتي صغيرين هما كيراولي يوقفوني من بعيد ساعات ناقف نقول له خويا اش تحب؟ والله مكس بزوز رمانات وكلاشينكوف، نمد له العصا اللي العين نركز بها، خرج لي يقول له هذا كلاشينكوف واحد يزوز رمانات تحب توقف؟ لا يقول لي امي نحبوا نسلموا عليك احنا نحبوك، شوف ما احلاهم معناها وليداتنا توا. كانت زاد فما جالوزي ما بين الممثلات كما في اي ميدان كما توا كما الفنانات، كنت برك الله عليك ما احلاك وين تمشي هكا بقدرك وقيمتك ومزيانه، فما جالوزي؟ سي نورمال. تعاركت مره مع فنانه؟ تعاركت مع زوز فنانات الله يسامحهم والله يرحم اللي ماتوا والله يبقي الحيين. شنو اسمه بالعرك؟ غيره تاع كلام. انا خاصة عندي مشكل نتاع الديكسيون نتاع الكلام، واحنا الروايات خاصة كي نبداو نبرفو سواء للتلفزة او للاذاعة فما كلمات نقولهم غالطة مش بالبلدي يصلحوا لي بالبلدي ويقوموا يضحكوا، علاش تضحك؟ احنا نقولوها كيف؟ يفازيوك معناها. فوالا، يحاولوا باش يهنتلوك، يحاولوا باش ينقصوا لك من قيمتك، يحاولوا باش كذا. تقوم انت تولي بندية وقتها. اه واش نعم؟ ندافع على روحي. نورمال. هذا ما يمنعش من ان اصحاب ياسر ونحبوا بعضنا ياسر و انا توا نحكي معك مازلت مصدوم كيفاش تاب تضرب في البوليسية بالبون يا رب. ورحمة باب، الله غالب وخير. هاني قلت لك لا نعرفك ما تقدرش خمسة قضايا هذم جانب موظف. شكون يسلك لك برقيبة؟ من مرة وقفت قدامك الجمهورية اش حاطين لي؟ حاطين لي مروحة مخر وما هيش في حالة عادية وما هيش كذا وما هيش كذا. موكي عيطوا لك بعد ما تعمل المحضر وكل وتروح يعيطوا لك بعد بمدة كبيرة باش تمشي تقابلوا كي الجمهورية. قالوا جيبوها في حالة تقديم. مشيت للرئيس المنطقة خضر لي قال كيف حال التقدير؟ وانا مشيت انا وراجلي قال راجلي قال هزها بالكهرباء انت كي توصلوا غاديك سلمها للشرطي هو يدخلها لوكيل الجمهوريه. دخلت لوكيل الجمهوريه نلقى معاه اربعه رؤساء هو قاعد في الكرسي وانا وقفت بعدين نهاركم زين نهاركم زين. كيفاش؟ قال لي الحكايه قعدت نحكي له ونحكي له ونحكي له عاد خضر لي عمل هكا
إيه عندهم الحق اللي انت ماكش في حاله طبيعيه هاك حبله معناه وقتها تتوحى بيوم كله.